بعد اليوم الله يبارككم ضلوا قاعدين ان شاء الله. اهلين ابو زين. اهلين ابو عصام. يا جماعه هيا ابو عصام وجا. نحن كنا متفقين بس خلص حكايه معتز انه نقعد ونحكي. شرف شيخي في عندك شيء تحكي؟ بسم الله. انا هلا ما رح ارجع احكي من اول وجديد السيره، بس بقول انه ابو عصام غلط انه ما شاورنا من اول حكايه معتز. اما قصة انه جوز من وحدة عوينية الله يرحمها، فهي القصة انا لا بدي احكي فيها ولا متمني حدا من العضوات يحكي فيها. نحن كلنا بنشهد لابو عصام بوطنيته وحبه لبلده ولأهل حارته. اما ملعوب الوراق وما وراء فإلا ما يجي يوم ونعرف هذا الشخص يلي عمل الفرتين كلها. الإنسان بيغلط وخير الخطائين عند الله التوابون، بس أنا بشوف إنه أبو عصام هو زعيم الحارب كبيرة. أبو عصام أنت صهري ومعزتك كبيرة عندي، بس اللي عملته غلط كبير، ومو غلط واحد بس، ضليت تغلط وما تسمع لحدا، وآخرها أصريت إنك تجوز معتز وزعتر لسه دمه ما برد الله يرحمه. نحن من يوم يومنا نتشاور بكل شيء، بالصغيرة قبل الكبيرة، واللي بيصير بيناتنا واللي ما بيصير. وانت ما شاورتنا يا أبو عصام. شغلة معتز جابت عي كبير للحارة، حتى إنه وصلت إنه انقتل زلمة من شانها كان عايش بيناتنا ومأمن فينا. صحيح هو طلع حرامي، هي بتحاسب فيها عند ربه، ما نحكي فيها. والحارة انخربت واحترقت مورا الحكاية. أبذكركم هلال ورا كل شي صار. أنا بدي أقول رأيي، أنت صهري وعلى عيني، بس بعد اللي صار ما لازم نضل كبير الحارة وزعيمها. أنا ما راح أحكي شي جديد. طب عصام أنت غلطت كتير وخبيت علينا شغلات ما كان لازم تخبيها. صحيح نحن وقفنا ضدك بس ما تركناك لحالك. من الآخر أنا منشور أخي أبو قاسم، ما لازم تضل كبير الحارة وزعيمها. خاطر بدك تقول شيء؟ إيه أنا مع عمي أبو عصام. كل قصة معتز واللي صار من وراها بالحارة أنا بحلها بيني وبين صهري. وأنت يا أبو حسان بدك تقول شيء؟ والله إيه بدي أقول. مشان زفة العقيد معتز وموتة زعتر فأنا ما بزيد ولا كلمة فوق اللي قاله عمي أبو عصام. هون حفرنا وهون طمرنا. فالمعنى والقصد إنه أنا مع عمي أبو عصام على الحلوة والمرة. أبو قاسم في شيء بدك تقوله؟ لا خلص، الشور شور العضوات. بس ما سمعنا أبو عصام.